هالجهاز هو ملك الأجهزة المحمولة. مرحب، اليوم راح أعطيكم نظرة شاملة إن شاء الله على جهاز الـ ROG Ally X، واحد من أكثر الأجهزة اللي كنت مستني إني أجربها هاي السنة. طبعاً الجهاز نسخة مطورة من الجهاز الأول اللي صدر تحت اسم ROG Ally. المرة هاي جاي باللون الأسود بعد ما كان جاي باللون الأبيض، وفي عدة تحسينات طرأت على الجهاز، فراح نستعرض لكم هاي التحسينات إن شاء الله، وراح نوريكم اختبارات لأداء الجهاز، وراح نعطيكم فكرة عنه، والأهم راح نجاوب لكم السؤال: هل الجهاز بيستاهل إنك تشتريه؟ وهل بيستاهل إنك تعمل أبجريد؟ تابع معنا. تصميم الجهاز مقارب جدا للنسخة الأولى منه اللي هي الـ ROG Ally، لكن في تعديلات وتحسينات بسيطة. الأزرار صارت أقل قابلية إنها تعلق في مكانها، الديباد تحسن وصار أفضل، الأنالوج أيضا صارت تعطي فيدباك أحسن من السابق، وما زالت تدعم تقنية الهول إفكت حتى تساعدها على إنها ما تواجه أي مشاكل انزياح أو دريفت، والأزرار الخلفية أيضا صارت أفضل في الضغطة تبعتها. التبريد في الجهاز تحسن مع وجود مروحة ثالثة طاردة للهواء وتحسينات تانية على كفاءة التبريد، قللت درجة حرارة الجهاز وأيضا خففت من صوت المراوح خلال اللعب عليه. في أعلى الجهاز عندنا زر تشغيل الجهاز وفتحة السماعات 3.5 وفتحة مايكرو SD وأزرار رفع وخفض الصوت، ومنافذ الـ USB صاروا 2، والسبب انه بيسمح لك بهاي الطريقة توصل الجهاز بشاشة خارجية وبنفس الوقت تشحنه من المنفذ الثاني. الجهاز ما زال بيستعمل نفس المعالج اللي موجود في الجهاز الاول واللي هو الرايزن Z1 Extreme من AMD، مع تحسين الاداء بشكل طفيف ممكن يوصل 10% تقريبا. لكن اهم اشي سواه الجهاز برأيي الشخصي واللي بيميزه عن اي جهاز العاب محمول تاني في السوق هو زيادة الشيرد ميموري، واللي رفعوها من 16 جيجا بايت في الجهاز الأصلي إلى 24 جيجا بايت في الجهاز الحالي، وبتقدر تزيد الميموري المخصصة للجرافيكس في الجهاز اللي بنسميها VRAM وترفعها وتوصلها حتى 16 جيجا بايت كحد أقصى، وفي هاي الحالة بيكون عندك 8 جيجا بايت بتضل مخصصة للنظام. هاي بدون مبالغة أهم ميزة بالنسبة إلي واللي بتميز هذا الجهاز عن أي بي سي محمول تاني، لأنه في ألعاب متطلبة جدا في الميموري حتى بدقة عرض 1080p، وممكن فعليا تواجه مشاكل في الأداء لو ما كان عندها ميموري كفاية. حتى 8 جيجا بايت ممكن تعمل مشاكل تقطيع وهبوط في الأداء في بعض الألعاب، ففكرة أنك تقدر ترفع الفيرام أو الميموري الخاص بالجرافيكس راح تعطي الجهاز ديمومة طويلة جدا، وراح تضمن أنه ما يواجه أي عائق مع الميموري طول دورة حياته. يعني مثلا Resident Evil 4 Remake هي واحدة من الألعاب المتطلبة جدا في الميموري الخاصة بالجرافيكس، والأداء فيها على الجهاز سوبر ممتاز مع الميموري العالية، ومساحة التخزين في الجهاز صارت SSD بمساحة 1 تيرابايت من الجيل الرابع، برضو يعتبر أبجريد جدا مفيد خصوصا مع الأحجام الكبيرة للألعاب واللي صارت تتجاوز في بعض الأحيان 100 جيجا بسهولة. الشاشة ما زالت نفسها، حجمها 7 إنش ودقة عرضها 1080p وترددها 120 هرتز. كان في بعض الانتقادات على الشاشة إنها مش OLED، لكن بالنسبة إلي أهم شيء في البي سي جيمينج هو دعم معدل التحديث المتغير Variable Refresh Rate وتردد 120 هرتز فما فوق، لأنه هي اللي بتضمن لك السلاسة المطلوبة خلال اللعب. الشاشة بشكل عام ممتازة وسطوعها قوي، لكن ممكن في بعض الألعاب طبعا لما تمر بمناطق داكنة تحس إنه التباين ضعيف نسبيا لما تقارنها مع شاشة OLED. وبالنسبة لصوت السماعات مستواه جيد وبتقدر تستخدمه بشكل جيد ومقبول بدون ما تضطر تستخدم هيدسيت، لكن كان ممكن يكون أفضل بأمانة. واجهة الجهاز ما زالت هي نفسها، نسخة خاصة من تطبيق Armor Crate. حقيقة أول ما وصلني الجهاز الماضي اللي هو الـ ROG Ally كان في بجز وكان في أخطاء تقنية في الواجهة، لكن كلها انحلت في فترة الإصدار. حاليا الجهاز الحالي بيقدم السوفتوير الأرمور كريت بشكل ممتاز جدا ومليان خيارات، وبيشتغل كأنه لانشر واحد بتقدر تشغل منه كل ألعابك من أي متجر، وبيعطيك خواص كثيرة من ضمنها خاصية أنك تحدد حجم الميموري اللي خاص بالجرافيكس زي ما ذكرنا، وبتقدر تتحكم بقائمة الاختصارات الرهيبة اللي بتقدر تستخدمها في الألعاب وتضيف عليها الخيارات اللي بتناسب استعمالك. يعني مثلا تقدر تراقب الأداء ومعدل الإطارات وانت تلعب، أو تعمل كابتشر للصور، أو تسجل فيديو، أو تغير وضعية الأداء بين التيربو والبرفورمانس والسايلنت، وطبعا كل واحدة فيهم راح تستهلك البطارية بشكل مختلف.
خليني أوريك أداء الجهاز مع مجموعة متنوعة من الألعاب وبوضعيات أداء مختلفة. البطارية مهمة جدا لجهاز محمول. هذا الجهاز حصل أبجريد خرافي في البطارية اللي ضاعفت سعتها بالكامل وصارت 80 واط للساعة بعد ما كانت 40 واط للساعة سابقا. أداء البطارية خرافي في السايلنت مود وبيوصل أكثر من 14 ساعة. فلو أنت من النوع اللي بيلعب كثير ألعاب إندي على سبيل المثال ألعاب غير متطلبة ومناسب إنك تستعمل معها السايلنت مود راح تكون مبسوط بعمر البطارية. ولو بتلعب في طور التيربو البطارية راح تصمد معك ساعتين على الأقل. يعني في الجهاز الأول في ROG Ally البطارية ما كانت تصمد أكثر من 40 دقيقة. طيب بعد ما استعرضنا كل هاي المعلومات واستعرضنا الأداء للجهاز، الآن خلينا نجاوب على السؤال المهم بالنسبة لكم، هل الجهاز بيستاهل الشراء؟ عشان نجاوب هذا السؤال لازم نقارن الجهاز بالخيارات الثانية اللي موجودة في السوق ونبين المزايا والعيوب لكل جهاز مقارنة مع الأجهزة الثانية. أول جهاز منافس بالتأكيد للـ ROG Ally X بشكل كبير هو الستيم ديك أوليد. هلا الستيم ديك أوليد عنده ميزتين عن هذا الجهاز. الميزة الأولى اللي هو نظام التشغيل نفسه اللي ممكن يكون أكثر سلاسة وأكثر سهولة في التعامل معه بالنسبة للبعض، وطبعا شاشة الأوليد. الميزة الرئيسية بالنسبة لهذا الجهاز عن الستيم ديك أوليد إنه مواصفاته أفضل وأداء الألعاب عليه أفضل، وهي ميزة صدقا جدا مهمة خصوصا للناس اللي بتحب تشغل ألعاب يعني ثقيلة في الأداء وبتحب تلعب هاي الألعاب على جهاز محمول. فهذا الجهاز في الأداء ما راح يخذلك، وأيضا شاشته بتدعم تقنية الفاريابل ريفرش ريت، وهاي التقنية اللي بتعطيك السلاسة المطلوبة في البي سي جيمينج إجمالا. وزي ما حكيت أنا بعتبر هاي التقنية لا غنى عنها بصراحة في البي سي جيمينج. والشغلة الثانية انه هذا الجهاز بيشتغل في نظام الويندوز، ورغم انه نظام الويندوز ممكن يكون شوية ثقيل، ممكن يكون شوية مش مفضل او محبذ بالنسبة للبعض، لكن عنده اعلى نسبة من التوافق مع الالعاب بشكل عام. فانت برضو بتضمن انه اي لعبة عندك بتشتغل، اي متجر بيشتغل بشكل تلقائي بدون وجع راس، بدون مشاكل، بدون هل اللعبة متوافقة مش متوافقة. فايضا هاي ميزة للجهاز. بالنسبة للاشخاص اللي عندهم جهاز ROG Ally الاول اللي صدر السنة الماضية، صراحة ما بنصحكم بالأبجريد. إجمالاً التحسين في الأداء طفيف جداً جداً جداً. عمر البطارية صحيح أنه تضاعف وهو الفرق الأكبر عن موديل السنة الماضية، لكن مع ذلك ما في تحسينات كبيرة تانية. وعندنا أصلاً السنة الجاية AMD already عندها الـ Z Extreme 2 اللي هو الجيل الجديد من الرقاقة أو التشيب اللي موجودة في هذا الجهاز، راح تنزل في 2025، واحتمال كبير نشوف أجهزة جديدة في السنة الجاية، أجهزة ألعاب بي سي محمولة. فالشخص اللي بده ينتظر ويعمل أبجريد الأفضل أنه ينتظر للسنة الجاية، يشوف الخيارات الموجودة ويروح لأبجريد لجيل جديد بالكامل. عندنا أيضا جهاز الليجين جو، جهاز أيضا ممتاز من لينوفو. أنا شخصيا بفضل الـ ROG Ally X عليه. الشاشة حجمها شوية أصغر، دقة العرض شوية أقل اللي هي Full HD، فأداء الألعاب أفضل على الـ ROG Ally X. الجهازين متشابهين إجمالاً في المزايا، متشابهين في أشياء كثيرة، لكن أنا بفضل الأداء اللي موجود وسلاسة الأداء اللي موجودة على الـ ROG Ally X، وبتخليه خيار أفضل في وجهة نظري. طبعاً واحد أيضاً من الخيارات اللي موجودة بالنسبة لعشاق الأجهزة المحمولة اللي هو النينتندو سويتش، ما زال خيار موجود في السوق. الأدفانتج اللي ممكن يكون موجود عنده إنه سعره جداً رخيص بالمقارنة مع الـ ROG Ally X ومقارنة بالأجهزة الثانية، يعني فوق الألف ريال بشوي، بينما عنا الـ ROG Ally X سعره 3499 ريال سعودي في الوقت الحالي. لكن طبعا أداء الألعاب بتفوق فيها الـ ROG Ally X بشكل كاسح، فهي بترجع إذا بدك مكتبة الألعاب الأكبر عن طريق ستيم والأداء الأفضل والهاردوير الأفضل، فالـ ROG Ally X هو خيارك.
لكن إذا بتفضل تروح مع السعر الأرخص وبتحب حصريات نينتندو فنينتندو سويتش أوليد خصوصاً أيضاً ما زال خيار ممتاز. بشكل عام هيك وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب إن شاء الله نكون توفقنا وغطنا لكم كل إشي بخصوص هذا الجهاز وأعطناكم النصيحة الصادقة والصريحة بخصوص مقارنته مع الأجهزة والخيارات الثانية اللي موجودة في السوق. لو عجبكم المقطع لا تنسونا باللايك والسبسكرايب، ومع السلامة.